شاهدنا يوم أمس عدد من الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحملت هذه الصور مجموعة من المستوطنين والمستوطنات داخل الحرم الإبراهيمي الشريف، ونحن نتكلم الآن عن الجزء الذي هو اليوم ما تبقى للمسلمين. وكانت هذه الصور مستفزة لمشاعر المواطنين بلا شك. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن مدير الحرم الإبراهيمي غسان الرجبي. أهلا وسهلا بك معنا، ولو تحدثنا عن هذا المشهد الذي ربما غزا مواقع التواصل يوم أمس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني ما شاهدناه بالأمس كنا قد شاهدناه قبل عدة أيام وبتكرار في المسجد الأقصى المبارك، وهذا يؤكد ما يجري في المسجد الأقصى المبارك يحاول الاحتلال سحبه للحرم الإبراهيم الشريف، وما جرى في الحرم الإبراهيم الشريف يحاول الاحتلال سحبه للمسجد الأقصى المبارك. بكل تأكيد هذه رسائل واضحة على استفزاز مشاعر المسلمين، والاحتلال هو من ألزم نفسه بنفسه بعدم الدخول لهذه المنطقة من قبل قطعان المستوطنين، وإنما فقط سمح لقوات الاحتلال ولجيشه أن يدخل لهذه المنطقة بموجب قرارات جائرة أحادية، وهي قرارات لجنة شمجار التي تشكلت عقب مجزرة الحرم الإبراهيم الشريف، والتي تعتبر من القرارات الجائرة بحق هذا المكان المقدس. سرقت 63% ومنع الاحتلال بموجب هذه القرارات أن يدخل المستوطنين للمصلى الإسحاقية الذي قام الاحتلال باقتحامه مع قطعان المستوطنين بلباس فاضح ومشين ومعرض لكل الأخلاق الإنسانية ولكل المعاني والقيم العالمية. هو الاحتلال الآن يريد أن يوصل رسالة واضحة أن حتى مقدسات المسلمين ليست مقدسة، وأن هذه الأماكن عرضة لأي انتهاك من قبل قوات مستباحة. نعم، يعني ربما أيضا من يزور الحرم الإبراهيمي الشريف أو حتى من هم أبناء وأهالي منطقة الحرم الإبراهيمي يعني اعتادوا بأن دخول الاحتلال إلى داخل الحرم، ونحن نتحدث الآن عن الجنود تحديدا، يكون بطريقة وحسب اتفاقية معينة بأن يمشوا على خط مستقيم وأيضا على ربما رول من الأوراق، وذلك حتى لا يدنسوا المسجد. اليوم شاهدنا قطعان كبيرة من المستوطنين كما قلت بلباس فاضح وغير محتشم داخل الحرم وبأحذيتهم. كيف تمت هذه العملية؟ كيف كانت أيضا ردود فعل أهل المنطقة؟ يعني بكل تأكيد الاحتلال الإسرائيلي لا يراعي أي يعني قرارات من قبله، هي كانت قرارات جائرة بحق هذا المكان المقدس. بكل تأكيد قامت قوات الاحتلال بسحب هذه غلات الحصر الفارش لهذه المنطقة بأيدي الاحتلال، وليدعي أنه ما زال يحافظ على جزء معين من الأخلاق، لكن هو تدنس هذا المكان بكل تأكيد وقام بتدنيسه بطرق مختلفة. يعني هذه المشاهد في البلدة القديمة لم تكن هي الأسوأ على أي حال. الحرم الإبراهيم الشريف مقسم منذ 1994، كذلك الحواجز العسكرية في البلدة القديمة تزيد عن 120 حاجزا عسكريا. أهالي المنطقة قد اعتادوا على عدم أخلاقية الاحتلال الإسرائيلي، هم لا يستطيعون الوصول إلى منازلهم إلا بشق الأنفس وبحمل أغراضهم الشخصية على الأيدي، بينما المستوطن يصول ويجول بسلاحه الرشاشي كيفما شاء وأينما شاء وبسيارته الشخصية. الحقيقة موظفي وزارة الأوقاف لم يألوا جهدا بمنع قوات الاحتلال، إلا أن المستوطنين كانوا مدججين بالسلاح وكذلك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، ومعروف أن واقع الحرم الإبراهيم الشريف محصور بكبسة زر واحدة من قوات الاحتلال يستطيع أن يمنع الدخول ويمنع الخروج. أخبروا أن هذا الموضوع غير قانوني وأن دخولك لهذه المنطقة لا يعتبر ضمن القانون، فقال له ضابط إسرائيلي فقال نحن من نضع القانون، إشارة واضحة أنه فوق القانون. وهذا المكان كله ضمن مؤسسة اليونسكو محمي إسلامي،
عفوا على لائحة اليونسكو منذ 2017. طيب هذه الساعة التي لا يراعي هذه أي اتفاقيات دولية، يعني كل ذلك مفهوما، ولكن دعني أقاطعك هنا. يعني دخول المستوطنين بهذه الساعة تحديدا إلى الحرم الإبراهيمي، وأيضا أن يمشوا بأحذيتهم أو حتى بلا أحذية على السجاد الخاص بالمصلين، هذه الساعات التي دخلوا فيها هل هي من الممكن أن تكون تتقارب مع مثلا صلاة الظهر في جماعة للأهالي، وبالتالي حدوث صدام حتى لو كان هذا الصدام قليلا أو حتى بسيطا؟ أنا على بكل تأكيد يمنع دخول الأجانب أو الاحتلال الإسرائيلي لمصلى الإسحاقية في وقت صلاة الظهر في مثل هذه الأوقات، لكن الاحتلال الإسرائيلي وكل مرة يتجبر وبقوة السلاح للدخول لهذه المنطقة. الاحتلال حتى لو كانت هناك مناوشات، الاحتلال يعتقل، وقد سبق أن اعتقل من داخل الحرم الإبراهيمي الشريف بعض موظفي وزارة الأوقاف ومنعهم من الدخول إلى الحرم الإبراهيمي الشريف لعدة أيام وأبعدهم عن الحرم أسوة لما يجري في المسجد الأقصى المبارك. الاحتلال الإسرائيلي كل الانتهاكات مفتوحة بحق هذا المكان المقدس، يجب عليه أن يلتزم في الاتفاقيات الدولية والقرارات الأممية وأن هذا المكان هو مكان إسلامي. الآن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول أي شيء لداخل الحرم الإبراهيمي الشريف، حتى كاسات المياه التي تعتبر من أساسيات الحياة وأن المياه فيها الحياة، لكن الاحتلال الإسرائيلي يرفض ذلك. منع الأذان في الشهر الماضي تجاوز 47 وقت من غرفة الأذان الموجودة في القسم المختطف. كثيرة هي الانتهاكات، من ضمنها كذلك المصعد الكهربائي والمسار السياحي، والانتهاكات في العبث في الآثار الإسلامية التي نخشى ما نخشى أن يروج لها الاحتلال كأنها معالم صهيونية وتلمودية. بكل تأكيد هذه جزء من الانتهاكات. نعم، اليوم العودة للوضع الطبيعي والصلاة في المسجد، هل هو يعني يسبقه مثلا تطهير للمكان بطريقة أو بأخرى قبل عودة المصلين إلى المسجد؟ يعني احنا اعتاد الناس الدخول لهذه المنطقة بتفتيش شديد، ورغم إجراءات الاحتلال أصبح واضحا لدى كافة الإخوة المواطنين والمرابطين ما هو مخططات الاحتلال في هذه المنطقة، فوجدنا مزيد من الفعاليات، مزيد من الإقبال والحضور لهذه المنطقة. التجاوز كان بمقدار ما يقارب 10 دقائق، لكن بكل تأكيد موظفي وزارة الأوقاف قاموا بتطهير هذا المكان وتنظيفه ومن أثر تدنيس الاحتلال الإسرائيلي، وعلى مدار الساعة كلنا يعني في خدمة هذا المكان الطاهر، المسجد الأقصى، الحرم الإبراهيمي الشريف، وبكل تأكيد هو شقيق المسجد الأقصى المبارك. والاحتلال يعني في كل مرة يحاول أن يوصل رسائل مفادها أنه يسرق هذه المعالم الفلسطينية والإسلامية. نعم، يعني سؤال أخير، اليوم استباحة المسجد في الخليل لهذه الدرجة ودخول المستوطنين وخروجهم إلى الحرم بهذه السهولة، ألا يعيد إلى أذهانكم ما حصل في عام 1994 مجزرة الحرم الإبراهيمي وسهولة إعادة هذا السيناريو؟ الحقيقة أن الخطورة تزداد يوما بعد يوم بمتابعة معالي وزير الأوقاف وكذلك مجلس الوزراء وفخامة الأخ الرئيس. نحن نرفض كل هذه الانتهاكات الشديدة والمشددة ونرفعها للأمم المتحدة وكذلك الدول الصديقة والمؤسسات الأممية والحقوقية ومن ضمنها مؤسسة اليونسكو. طبعا الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة اشتد في غطرسته وفي قراراته، وخصص أموال طائلة لتهويد البلدة القديمة في مدينة الخليل ومن ضمن الحرم الإبراهيمي الشريف، والآن هو يحاول تنفيذ هذه المخططات. نحن أمام مخططات فريدة من نوعها وجديدة في الحرم الإبراهيمي الشريف، وبكل تأكيد نحن إن شاء الله سنكون لهذه المخططات بالمرصاد ونحاول أن نبعث رسائل أممية وكذلك شعبية وكذلك على كافة الأطر الحقوقية والقانونية والإنسانية، ونحن إن شاء الله سنقف أمام هذه المخططات.
المخططات الجائرة بمزيد من الحضور ووضع بصمتنا في داخل الحرم الإبراهيم الشريف وإثبات هويتنا الإسلامية والفلسطينية في داخله بإذن الله عز وجل. بإذن الله. إذن نتمنى أن تثمر هذه الجهود. إذن مدير الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل السيد غسان الرجبي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.